السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، اردني يتكلم عن اللهجة الجزائرية. صاحبي في الجزائر باعت لي مساج، احكي له عمر وش احوالك، ان شاء الله بخير ان شاء الله تمام. المهم بقول لي سلم لي على الدار، صفنت فيها وتفاجأت. يعني انا قلت وش سلم لي على الدار هاي، انتوا فاهمين كيف؟ فانا هون اتذكرت انه هاي يعني زي كلمة زيد نقص، فهمتوا كيف؟ مرة صديقي في الإقامة الجامعية مشغلين موسيقى قال لي زيد نقص، فهمتوا علي؟ قلت له يعني انقص ولا اعلي؟ قال لي لا نقص يعني. قلت له طب شو هي هاي زيد نقص؟ فهون اكتشفت. فاللهجة الجزائرية يا اخوان اللي كتبها اسطوري، عمركم شفتوا كلمة في اللغة العربية ما بتنكتب؟ عرفت كنت تحكي معه تقول له فهمت علي؟ يقول هذا بتنكتبش يعني، الا في الجزائر كلمة ما بتنكتب. اللغة العربية احتارت. تحياتي لكم جميعا، زيدوا نقصوا طلعوا اللايكات.